عقدت لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء بمجلس النواب اجتماعاً تم خلاله تقديم الخطة الحكومية للمساواة إكرام في أفق المناصفة 2012-2016، وكذا مقترح قانون يقضي بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والذي تقدم به الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة. جدول الأعمال ديال اللجنة اليوم فيه جوج ديال النقاط. النقطة الأولى هي تقديم للسيدة الوزيرة العرض ديالها في البرنامج الحكومي إكرام، يعني المناصفة في أفق 2012 و2016. والنقطة الثانية هو تقديم ديال الفريق الأصالة المعاصرة لمقترح قانون ليقضي بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. بعد أن تمت المصادقة على الخطة الحكومية لمساواة إكرام في أفق المناصفة، وذلك يوم 6 يونيو بالمجلس الحكومي، وكذلك المصادقة على المرسوم لإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنزيل هذه الخطة، كان لزاما علينا أن نتواصل مع المؤسسة التشريعية ومع نواب الأمة، وذلك لإطلاعهم على هذه الخطة الحكومية التي تعتبر مجال تقائية القطاعات الحكومية في مجال التعليم في مجالات مختلفة. ويهدف المقترح إلى النهوض بثقافة المناصفة من خلال القيام بدراسات وإصدار توصيات والاستشارة في المجال ذي الصلة، كما يتوخى عبر هذا المقترح إحداث آلية وطنية جهوية ومحلية متناسقة من حيث الأداء وبلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الهيئة.